ايش لماذا لماذا هذا التصرف وانا موجود لماذا لا يجوز قفز الارنب خاف الارنب كنت قريبا منه العب ايوه هو هذه ابيض ابيض مثل النور يركض في البستان يدور بارون عربة عبرت الشط على ظهري يا مي الشط شي الله 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 ابشر عبرت الشط على ظهري يا مي الشط صيلت ظهري يلا حل عيون احلى بس متشوفني نجوم ظهري وينو من عن نبض على صفحة فنانين العرب بس متشوفني نجوم ظهري عيشنا اللي بالحسرة يلا حل الدوري يلا يلا والله ما اترك هواها وخالي يا خال ما دام القلب طيب درزن يا خال